قال لك يا سيدي ان شاء الله تبارك وتعالى يا بغيت نخطب واحد المرأة، لكن جات صارحتني باين راها مريضة بالصرع وفيها الجن عاشق، وهذه 5 سنين وهي الداوي. درك وسيدي واش ندير فيها شي خير نديها ولا لا؟ هذا عاودك نقول له واش بغيت تزوج، بغيت تولي زوج ولا تولي طبيب؟ واش غادي تكون زوج ولا طبيب؟ خصك تعرف باللي شي زواج منين يتزوج الراجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل كاين بعض العيوب، إذا لم يذكرها أحد الطرفين المتعاقدين حتى تم الزواج عاد كشف ذاك العيب العقد يلغى مباشرة، ومنها الصرع. إلى المرأة ديتها على أساس أنها ماشي شايت فيها هذا العيب وجيت وصبتها فيها الصرع الطيح والجن يخربقها وتنوض في الليل وتبقى تزقي، هذا عيب خصو يتذكر لأن تستحيل معه العشرة، لأن سبب العشرة وسبب دوام العشرة ما كاينش، لأن الجن ولا هذا الصرع ينغص العشرة بين الطرفين. انت ماشي طبيب، انت بغيت تزوج، وثانيا قلت لي 4 سنين وهي تداوي، انت غادي تداويها وفين تمشي تداوي؟ هذا المجال تاع الدويان اللي كيقولوا كاين الرقات مجال ديال الكذوب واكل اموال الناس بالباطل، ومجال ديال العبث بالاعراض. رحنا نشوفوا العجب صاحبي، العجب عند هذو اللي كيسموه الرقات، العجب يخلو بها ويكذب ويبيع لك العشوب وياكلك. اش داك انت لهادشي؟ قولها مهمتي نقدر نعاونك في الدواء، الى قديت نعاونك كاخت من اخواتنا في الله، ونخبرك باللي ما انزل الله من داء الا جعل له دواء، فاطلب الدواء ثم اطلب الدواء المشروع، واياك ان تستغفلي من قبل هؤلاء الدجاجلة والمشعوذين فيأكلون أموالك ويكذبون عليك. حضي راسك نعاونك في هذا الشيء، أما باش تصلح امرأة اسمح لي الله يرحم لك الوالدين. أنا نعرف بعض الإخوان اللي قبلوا على بعض النساء اللي مساكنات مصروعات، والله العظيم ما يقدر يديروا حاجة، يجي يخرج يعرف اللي مرته واش يسيبها في الدار ولا ما يسيبهاش، لا يطمع البيت على أولادي. أنا قال لي أولادي ما نقدرش نخليهم مع مرتي، كيولي في هذاك الحال تضرب ولدها تدير كذا جرب تشعل البوطة وتخليها فين غدا ولا عمل. ولذلك أنا كان نصحك وصافي، أنا على حقاش أنا تبغي تدير الخير، ولكن شي مخطرات الخير يدار في غير موضعه، وفتالي واللي عليك، لأن ما تقدر لا تعاشر ولا جبت الولاد مصيبة ولا دخلت الميدان تاع الدواء وديال داك الشيء نكشف. ولذلك انت ماشي شايت طبيب، انت يا بغيت تدي واحد المراه كما قال النبي فاظفر بذات الدين، باش ان شاء الله تعالى تعاونك على امر الدين والدنيا والاخره. اما تشغلك حتى خدمتك ما تبقاش تقدر تخدم تخرج تخدم، لا ولد عمي لا، اطلبوا لها الدواء واطلبوا لها الله تبارك وتعالى الله يشافيها، وديوا لنا بعدها غير الصحيحات، راه الصحيحات راه غير مكركرات، خلي الصحيحه والبكر والعائلة الزينة والمتحجبة واللي حافظ القرآن وغادي تديها قال لك فيها العاشق.